بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا مشاهدين شاشة تلفزيون قطر. نرحب فيكم في برنامجكم برنامج في الضحى، هذا البرنامج اللي دائما وأبدا نسعى من خلاله أن احنا نقدم لكم مجموعة كبيرة من أهم المواضيع والأخبار والأحداث والفعاليات اللي تصير عندنا في دولة قطر. ولكن بداية أقول لزميلتي شيخة صباح الخير عليك. صبحك الله بالنور والسرور نايف وسلامة الأسفار. الله يسلمك. الله يسلمك. طبعا خصب التصبيح دائما وأبدا في بداية هذا الصباح في أول أيام الأسبوع، كل أمهاتنا وأبانا اللي قاعدين يشاهدون شاشة تلفزيون قطر وأيضا زملائنا اللي يشاهدونا من وراء الكواليس وكل مرضى المسلمين الذين يتعالجون في مستشفياتنا في دولتنا الحبيبة قطر أو حتى خارج هذه الدولة الغالية على قلوبنا، ونقول لهم طبعا الله يشفيكم، اللهم اشفي كل مرضى المسلمين والمسلمات. بمناسبة حديثنا عن مرضى المسلمين والمسلمات، يصادف هذا الشهر يا نايف شهر توعية بسرطان الثدي، مثل ما تشوف أنتم مشاهدينا طبعا شعار يعني هذا الشهر للتوعية بسرطان الثدي. مهم جدا أن احنا نشتغل اليوم على التوعية من الأمراض، بالذات أمراض مثل أمراض السرطان اللي لها كل شهر في توعية. شهر 10 دائما يصادف شهر توعية بسرطان الثدي، إيش معلوماتك عنه أنت نايف؟ والله شوفي يا شيخ، احنا في البداية أكيد يعني نسأل الله أن يمن بالشفاء على جميع مرضى المسلمين، خاصة يمكن مرضى السرطان. طبعا يمكن اليوم نشوف جهود كبيرة شيخ، يعني جهود الدولة في هذا المجال جهود كبيرة، خاصة من خلال مؤسساتها. اللي أعرف أنا طبعا يعني بخصوص هذا اليوم، أشوف مؤسسات العالمية، مؤسسات الدولة أن يعني يقدمون مجموعة كبيرة من الرسائل والبرامج والمؤتمرات، سواء كان في مجال في مجال التوعية بأهمية يعني هذا النقطة جدا مهمة، الفحص المبكر. أكيد هذا أهم شيء. إحنا ليش إحنا نوعي نايف في شهر أكتوبر بالذات بهذا المرض؟ لأن في كثير من الناس يمكن يغفلون اليوم أنه في توفر العديد من الأجهزة في المراكز الصحية التابعة لك في المنطقة عشان تقدرين تفحصين بسهولة إذا ما كان هناك أورام سرطانية أو أورام عادية أو حتى أكياس دهنية. دائما إحنا نوعي ونقول الوقاية خير من العلاج. صحيح. التوعية هي أن أنت تعرفين معلومات جدا مهمة عن هذا المرض، والجمعية القطرية للسرطان يعني أوجه لهم ألف تحية فعلا وشكرا لكم جزيلا فعلا على الجهود والأنشطة العديدة والكثيرة على كافة المستويات اللي قاعد تبذلها اليوم، سواء من خلال جذب مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي عشان يروجون معاهم، لأن عندهم مجموعة كبيرة جدا من المتابعين. صحيح. فجميل أنهم يستغلون هذا النقطة، جميل أنهم يستغلون أيضا الإعلاميين، جميل أنهم أيضا قاعدين يوعون من خلال منصات التواصل الاجتماعي ببوستات معينة أو حتى مسابقات معينة من أجل التوعية لهذا المرض، لأنه فعلا زادت نسبته على مستوى العالم مش في قطر بس، ولكن هناك زيادة يعني قاعدين نلاحظها، وهذا بسبب ماذا؟ نقص التوعية. هو في عدة مراحل من المرض، ستيج 1 2 3 4، احنا ما نبي نوصل لمراحل متأخرة صعب علاجها، لان ولله الحمد دولتنا وغير من الدول ايضا الاخرى موفره العلاج سواء كان الكيماوي او العلاج العمليات او حتى العلاج في مراحله المبكره، فلا تخلون نفسكم تصلون لمراحل متاخره في هذا المرض وبالتالي يصعب علاجه، لان فعلا هو مرض له علاج، ومثله مثل الحراره، ارتفاع درجه الحراره مثله اي مرض ثاني مش مخيف، اهو ده من اهو له علاج. أكيد فعلاً الشيخ، لذلك إحنا يعني نذكر أنفسنا ونذكر المشاهدين أنهم يستفيدون من هذه الخدمات اللي موجودة عندنا في المؤسسات الطبية في الدولة. واليوم ولله الحمد يعني الدولة ما قصرت من خلال توفيرها مثل هذه الخدمات والجهود، لذلك يعني الدور علينا أن إحنا نستفيد من هذه الخدمات. بالإضافة إلى ذلك مثل ما ذكرت زميلتي شيخة، دور كبير
احنا ذكرنا ان دور كبير على مؤسسات الدوله، ولكن من جانب اخر دور كبير على افراد المجتمع من خلال خاصه مواقع التواصل الاجتماعي، خاصه ان احنا اليوم باذن الله حلقتنا راح تكون عن صناعه المحتوى. فمهم ان الواحد اللي يشوف عنده تاثير على عدد من افراد المجتمع انه ممكن هو يساهم في مثل هذه البرامج، في مثل هذه المبادرات، بحيث انه يعني يرفع مستوى وعي افراد المجتمع اتجاه مثل هذه الامراض. طبعا نتمنى دائما السلامه للجميع، ونروح يعني مع مشاهدينا في جوله في صحفنا المحليه. واول خبر لدينا اليوم من صحيفه الرايه، اكسبو منصه عالميه لزياده الرقعه الخضراء. أكد عدد من زوار معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة أهمية المعرض في تسليط الضوء على قضايا الزراعة والبستنة والاستدامة، لافتين إلى أن المعرض يوفر منصات لكافة الدول المشاركة لعرض التقنيات والابتكارات في مجال الزراعة المستدامة وتوفير الغذاء أو الموارد الطبيعية. وقال هؤلاء للراية إن زيارة المعرض قد تعود بالفائدة على أصحاب المزارع والعزب وحتى محبي النباتات البرية ومحبي البستنة الراغبين في اكتساب معلومات عامة عن نباتات الزينة النافعة التي لا تضر البيوت ولا تؤثر سلبا على البنى التحتية. وإحنا نقول حق مشاهدينا نايف هذه فرصة كبيرة جدا أنهم يزورون إكسبو 2023 تحدي التصحر، وأيضا يشاهدون هناك العديد من احنا ما البيوت، سواء البيوت الزراعيه المحميه او حتى اخر التقنيات ما توصلت اليه. صحيح. تكنولوجيا في عالم الزراعه. اكيد فعلا الشيخ. نروح معاكم الى خبر اخر من جريده الوطن، تدشين جداريه في رحاب القران. دشنت مسابقه الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقران الكريم بوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه جداريه في رحاب القران والجلسات القرانيه بجامع الامام محمد بن عبد الوهاب ضمن الفعاليات المصاحبة لاحتضان دولة قطر منافسات الدورة الثانية للمسابقة العالمية أول الأوائل الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم. وقد تزينت ساحة جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بهذه الجدارية القرآنية والتي تحوي ذخائر من كتاب الله العزيز، بدءا من قصة نزول الوحي بالقرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى جمعه ونسخه، حيث تشتمل اللوحة الجدارية الكبيرة التي يبلغ حجمها 35 متر عرضا و2 متر ارتفاعا على معلومات نفيسة حول الكتب السماوية. أكيد يعني إحنا نتمنى كل التوفيق لجميع المشاركين في مثل هذه المسابقات اللي أكيد يعني نشوف اهتمام كبير من وزارة الأوقاف والدولة في هذا المجال. وثالث خبر لدينا اليوم نايف من صحيفة لوسيل، النسخة القطرية الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المحلي للشباب 2023. استضافت متاحف مشيرب النسخة الأولى على الإطلاق من مؤتمر الأمم المتحدة المحلي للشباب هذا الأسبوع. ويمثل المؤتمر الذي نظمته حركة الشباب العربي للمناخ بقطر بشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة ومؤسسة جيل مبهر، علامة فارقة في التزام دولة قطر بتعزيز جهود الشباب في مواجهة التغير المناخي. يعقد المؤتمر المحلي للشباب بقطر 2023، وهو الحدث الأول من نوعه الذي تستضيفه أراضيها ضمن فعاليات الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. هذا المؤتمر الذي استمر لمدة يومان صممه الشباب من أجل الشباب في سعي لحث الجيل الصاعد على إعلاء أصواتهم فيما يتعلق بالعمل من أجل مجابهة التغير المناخي. وكان من بين المتحدثين في المؤتمر وحضوره السيد ناصر الخوري المدير التنفيذي لمؤسسة جيل مبهر، والسيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطر. نتمنى لهم دائما التوفيق. أكيد فعلاً الشيخ، احنا نتمنى كل التوفيق لجميع المشاركين في مثل هذه البرامج والمؤتمرات. يعني إلى جانب آخر مشاهدين الكرام، ولله الحمد شفنا يمكن العديد من الفعاليات خلينا نقول الأمور الترفيهية والأمور الثقافية العلمية الرياضية في دولة قطر. يمكن واحدة من هذه الفعاليات والأنشطة الجميلة مسرحية المحترمين. أكيد تقارير أكثر أو خلينا نقول تفاصيل أكثر نشوفها معاكم في هذا التقرير مع الزميل محمد الحمادي والزميلة مريم النعيم. نشوفه ونرجع لكم.
بعد النجاح الكبير اللي حققته مسرحية المحترمين في دول الخليج، المحترمين قدموا عروضهم في الدوحة، بالتحديد في سوق وقف على مسرح عبد العزيز ناصر لمدة 3 أيام. قلنا نشوف أهل الكويت مشرفينا بوجودهم، أخوي خالد المظفر وأيضاً النجوم اللي معاه في المسرحية. أنا أبي أقابل زينب وإيمان فيصل. حطيتهم في بالها، حلو، ما شاء الله عليهم. يلا مرتبة، خل نروح نقابلهم. يلا. شلون أنت تتبنى فكرة قضية ثقيلة وتيجي تطرحها بنكتة للناس؟ بالعكس، أنا أقول دائماً الكوميديان واجب عليه أنه هو يسعد الناس، يقدم لهم وجبات كوميدية تسعدهم تضحكهم، وبنفس الوقت حلو أنه يكون للضحك معنى، حلو أنه يكون مع الضحك رسالة قيمة الناس تستفيد منها. هذا اللي احنا قاعد نحاول نسعى له، وأن نقدم مواضيع تهم الجمهور وأيضاً مواضيع الكل يستفيد منها بجميع المراحل العمرية. أقول لك متحمسة، قاعدة طالع الكراسي، قاعدة أتخيل الجمهور. يا رب يا رب. إنزين، شنو بيكون دورك؟ كوميدي أكيد. هو الكوميدي ترى يعني القصة تطغي، الكوميدي جاي كذي يبهر العمل، فهو مو من أول ما تدشين راح تموتين من الضحك، لا، مع ارتباطك بقصتي، مع قصة خالد، مع قصة باقي الكاست، هني تجي الكوميديا. شلون شفت الدوحة؟ والله شوف، خليك من المسرحية، خليك من كل هذا، الدوحة وايد استانست فيها. يعني أول يوم جيت رحنا اسمها جزيرة المها، رحنا قعدنا على البحر، صج رطوبة بس وناسة، وايد جو حلو، يعني حتى التطور اللي قاعد يصير بقطر هذا شيء وايد وايد حلو، استمتعت. أمس حتى رحنا مطعم، كنتوا ويانا بالمطعم، قول حق الناس عشان يعرفون. عندك المها، فاندوم، مشارب هني قريب من بلا قريب، يقولون إن شاء الله يمكن عقب العرض. كمشرف عام لمسرحية المحترمين أعتبر نفسي يعني عود من حزمة، وهذا العمل يعني يوم عن يوم يشجعني ويخليني أنا يمكن أطور من نفسك كإداري. ما شاء الله دورك كوالد للفنان خالد المظفر وأيضا أحمد المظفر، يعني دائما نشوفك في الكواليس المسرحيات في الأعمال، فشون تشوف أداء خالد في هذه الفترة؟ أنا حقيقة يعني يمكن شهادتي مجروحة كوالد لخالد المظفر وأحمد المظفر، لكن كإداري لهذا الأولاد وللشباب كلهم لفريق المحترمين، أحس أني أنا يعني فعلا أبيهم بس هم يتجهون للتمثيل، وإحنا كإدارة إحنا نتولاها. الله، حبيتها. حبيت. شو اللي حبيت؟ أهلها أول شيء، التمسك بالتراث اللي عندكم والهوية، يعني أحس إني يعني مكان فعلا يقدر تاريخه وحاضره وعارف مستقبله وين رايح. هاي لأنك في سوق واقف ولا؟ لا 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 لا. يعني عرضكم في السوق؟ أنا يعني أمس قاعد أقول حق الشباب، الدوحة مسكتني مرة طلافت يومين حق موعد مع سعادته، سارتني بكأس العالم فترة اللي جيت فيها، خلاص صرت متيم. اسقال هاتين ونخاف منكم ترى، مو يعني أي شيء يضحكنا بعد. إيه صح، بس اكتشفت من تجربتي السابقة من موعد مع سعادته إن الجمهور يكون ميت من الضحك، خلاص مو قادر بس سايلنت، نستحي نطلع الضحكة. إيه، وهذا شيء أتفهمه ترى، حتى أنا ما أعرف أضحك. تدرين أنا يعني مو بأنا بس، أحس وايد ناس اللي يشوفون زينب تقدم عمل فني حتى لو جدي، يعني إحنا تينا الضحكة متعودين إن زينب يعني كوميديا. ويه يضحك شو أسوي؟ يضحك الناس يكسبهم. أكيد. إي والله، فهذا شيء حلو، بالعكس شهادة حلوة منك. ترين الابتسامة على وجوه الناس صدق. الحمد لله. إي والله، الله يتمم، قولي آمين. زين، وين رحتي في قطر؟ والله ما رحت مكان، تصدقين إحنا في سوق واقف فندقنا، فما أحتاج إني أروح مكان هالمرة. I'm good. الدوحة حبها كبير في قلبي صراحة، يعني من نوصل الدوحة شعورنا مختلف، سعيدين كل سنة إن إحنا نكون متواجدين في الدوحة، وجمهور الدوحة الراقي المثقف الواعي العاشق للمسرح يضحك ولا ما يضحك؟ يضحك. صدق يضحك. إحنا عندنا يمكن إذا ياكم لما يجينا إحنا نسمع ناتيونا هم يضحك ونضحك معاه. أي والله، فاهمين كوميديتنا، فاهمين الحدوتة، فاهمين القصة، بالعكس جمهور متفاعل، جمهور عاشق للمسرح ومثقف، يضحك على الشيء الحلو ويستمتع ويصفق لما تحتاج
انه تسمع صفقته. صح، لان احنا الله يسلمك ندور القيمه ونشوف عمل ما يعجبنا نقول لا كنا مو مقنعه شكلها، كنا بيتها هي غنيه والبيت فقير، وهذه الاشياء هذا كله ياثر على حاله العمل طبعا. شلون تاخذين الجمهور وما تخلينا يتملل؟ هو بصراحه شوفي انا يعني دائما لما اقعد في الكواليس واشوف الممثلين برا دائما اسمع ضحكه الجمهور معاهم، فلما اطلع دائما الاقيهم ساكتين، بعض المرات الاقي مثلا جمهور يسولف اسمع اصواتهم، يعني استانس بطريقه ما تتخيلينها، دائما احس اني خلاص خذيتهم معي. شلون اسمك بشوش ودورك في جديه؟ وهذه رؤيه المخرج انه يعطي كل شخصيه عكس طبيعتها وعكس اخلاقها، مثلا هو بشوش وهو مو بشوش ابدا، يعني وهو مو مبين على وجهه بشوش لانه جدي وصارم ويبي ياخذ اي فرصه تجي له. عشان كذي احنا لما نشوف عمل متكامل ننسجم ونتاثر وكذا. يعني شنو مفهومك للعمل الاكاديمي؟ قلت له هل معناته انه لو اختار نص صح هو يعني الاكاديمي؟ الحركه الصح الالتزام هو العدم الاكاديمي؟ الاكاديمي هو وجود كل العناصر اللي تمشي مع المسرح. هذا هو المسرح. فمو معناته اكاديمي، هذا هو المسرح. فانا قاعد اقدم مسرح. شلون تقدر تقدم حالة وفيها احترام للمشاهد؟ لأن أحس شنهم جايين لي بيت. الله والله العظيم لما يجون هني حاضرين الأم والأبو والشايب والصغير إنهم جايين يتعنوا لك، خصوصاً نحن المسرح معتمد على أن الشخص يجي ويطق درب ويتعنى لك. هذه اللي أنا بالنسبة لي كبيرة ولها معنى كبير بداخلي، واجبي اليوم كممثل وعلى كل الممثلين إنهم يحترمون حضور الناس ويقدموا لهم عمل يليق فيهم، عمل فيه كوميديا راقية، عمل فيه رسالة. الضحكة تظل موجودة لكن بنفس الوقت الواحد يطلع على الأقل ما أخذ شغلة مستفيد منها. عودة لكم مجددة مشاهدينا ونتابع فقرات برنامجنا في هذا الصباح مع في الضحى. مشاهدينا يعني اليوم احنا نتكلم عن إعداد المحتوى. الإعداد المحتوى ممكن يكون إلكتروني وهادف وجذاب، يعني من الفرص الجميلة جدا اللي ممكن يحققها الإنسان من خلال زيارات متعددة لمواقع إلكترونية مختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم تساعدنا على هذا الترويج. ممكن أيضاً لتفاعل دائم ومثمر مع المتابعين، لكن صناعة المحتوى هو موهبة وصنعة لها أصولها واستراتيجيتها، ويدعمها دائماً العديد من الوسائل الأخرى منها الصورة، واللي أصبح لها النصيب الأكبر في صناعة محتوى مميز، خاصة يعني مع التطور الكبير اليوم إحنا نشهده في مجال التصوير الفوتوغرافي أو عن طريق الدرون. اليوم ضيفتنا في هذه الفقرة السيدة سمية القصابي، هي تقول إن هي هاوية التصوير لكن أنا أقول إن هي محترفة أيضاً. صبحك الله بالخير سمية. صبحكم الله بالنور والسرور. حياك الله معنا أختي سمية. فعلاً اليوم يمكن إحنا نشوف يعني انتشار كبير لصناع المحتوى، وحتى هذا المجال اليوم صار فيه زوايا متعددة، واحدة من هذه الزوايا هي صناعة المحتوى الإلكتروني، وأكيد مثل هذه المجالات لها خطوات. لو تكلمينا عن خطوات إذا شخص حاب أنه يدخل في مثل هذه المجالات. إذا يبي يدخل في هالمجالات لازم يعني خلينا نقول كل شيء لها أساس التعليم. صح. لازم تسوي لها دراسة كاملة كيف تبي تروج هالشيء، هل هو أكل، هل هو مطعم، هل هو فعالية، هل هو معرض، شنو النوع اللي أنت تبي توصله للمشاهد. بالنسبة لي أنا شخصياً دائماً أحب أبتكر الشيء، ما أحب أسويه بطريقة اعتيادية، يعني ممكن أسويه بطريقة تكون سلسة وقريبة للمشاهد عشان هو يتحمس. خاصةً دائماً إذا تبتدي هالشيء دائماً تبتدي بفيديوهات بسيطة مثل تيزر احنا نقوله بالانجليزي، ان شلون تشد المشاهد لهالشيء، بيكون بمجموعه من يعني مجموعه من التيزرز انه ايش قاعد يصير، شنو الموضوع، فانت تجذب المشاهد. نعم. موضوع الدرون او استخدام الدرون في التصوير هو موضوع يمكن احنا نقول
تستخدمه يعني الأجهزة الرسمية أو الحكومات أو الوزارات الرسمية. شلون يوم سمية توجهت لاستخدام الدرون وشنو وظفته بطريقة احنا نسميها القوة الناعمة؟ ان انت بنت وقاعدين تستخدمين هذا الجهاز. شوفي استخدام هالجهاز هو سلس وصعب، يعني سهل وصعب سوري. يعني اذا انت تبي توضحين جمال هالبلد بتطوره، بمباني، بالوانه الحلوه في السماء، فعاليه عندك انت تعتزين فيها مثل كاس العالم او اي بطوله او اي فعاليه اكسبو مثلا، تقدر تستضيف هالاشياء عندك. واذا انت ما تروي جمالياتها فكيف بتروي العالم هالشيء؟ اكيد يعني فعلا انا اتفق معك اختي سميه، لذلك اليوم يمكن بعض الاشخاص اتخذ قرار انه يزور بلد معين من خلال مثل هذه اللقطات او مشاهدتها لمثل هذه اللقطات. لكن نرجع ل يعني موضوع الدرون، هل الموهبة لها دور كبير أن الواحد ممكن يتمكن ويتميز في هذا المجال؟ الشيء إذا أنت تحبه بتسوي بإتقان دائما، وسبحان رب العالم، يعني سبحان الله أن إذا أنت الله عطاك هالموهبة أنك أنت تشوف بعيونك أشياء حلوة. نعم تقدر تتقن فيها. احنا الحين قاعدين نشوف معاك ومع المشاهدين هذه اللقطات، طبعا هذه مشاركتي مع اريبيان انسايدر في لقطات الدرون. نعم صورت الدرون هني عشان نرسله لهم. اوكي بما ان راح نستضيف ان شاء الله بطوله جمال الخيل العربي اللي هي لاول مره جايه من فرنسا الى قطر. نعم. راح نستضيف ان شاء الله في ميناء الدوحه ان شاء الله. تم الاعلان عنها ريسنتلي توا. جميل جميل. طيب احنا قاعدين نشوف الفيديو هذا المصور، انت يعني لما تصورين وبعدين تردين في شغل ثاني ايضا وراء. اليوم احنا نشتغل ايضا من خلال منصات التواصل الاجتماعي على التسويق الالكتروني. شلون انت اليوم قاعده تسوقين لمثل هذه اللقطات من خلال موقعك؟ انا لما يكون عندي كوميونتي او ناس تعرف هالشخص مثلا يصور تحب تتابع شغله، أحب أنا أتعلم حتى من شغل ناس ثانيين سواء من الدوحة أو خارج الدوحة، أتعلم منهم. لين الحين أنا ما أقول لك أني جداً محترفة، لكن لازلت وبتم أتعلم من هالشيء أكيد، لأن في تقنيات أنت تحبين تسوينها تجددينها. أكثر اللقطات اللي ممكن تشوفينها هني هي مو بس تعتمد على اللقطة اللي يوم تتخذينها، هي حلوة تكون بروحها، بس أكيد جمالياتها بالميوزك، بالموسيقى، صحيح، بالإنتاج، يعني المونتاج اللي بيسوونه، بالليتات اللي شفتوها الليزرات هذه. مو بنت اللي تسوي هذه، مش أنا، هذه مش أنا سويتها. أنا لقطاتي كانت عادية، أرسل لهم لا في قسم اللي هو اشتغل على هالشيء. نعم. مش أنا كنت كمصور، مش ك يعني كإنتاج. نعم. كإنتاج كمونتاج يعني حق اللحظة. نعم. طيب أختي سمية، يعني اليوم مثل هذه اللقطات وهذه الصور أو هذه المقاطع الفيديو، أكيد أنتم واحدة من أهدافها أن توصلون رسالة معينة للمشاهد أو لأي كان. لكن اليوم إحنا نعيش في يعني عصر السرعة، فهل تعتقدين أو كيف ممكن الواحد يوصل مثل هذه الرسائل بطريقة غير مملة؟ لما قلت لك ترجع أنك تسوي المحتوى اللي تبي تسويه غير المعتاد. لما تبي تصور فعالية تكون لها جوانب تسويقية، نفس ما قلت لك وضحت لك من البداية، أنك كيف تشد المشاهد ما تخليها اعتيادية. مثلاً إذا اليوم أنا بصور ميناء الدوحة بالدرون، نعم، خلينا نقول أني أنا بصورها بعدة لقطات مختلفة، أبتدي مثلاً بطريقة أني أمشي على اليمين شوي شوي، أحاول أضبط الصورة، أحاول أني أخليها كلغز. يعني هل أحياناً أنت تحتاجين أنك تزورين للموقع قبل ما يتم تصويره بحيث أنك أنت تاخذين لازم تاخذ فكرة. قياسات خلينا نقول واضح. طيب. لازم تاخذ قياسات. أنا بسألك في الناحية هذه عشان امتداداً للسؤال زميلي نايف، القياسات هذه والأشياء اللي تاخذينها أنت اليوم عشان بعد مشاهدين اللي حاب مثلا ممكن يروح يشتري درون وما يكون مصارع، هل هذه الاشياء محتاجه تصاريح، محتاجه تراخيص، محتاجه جهات معينه تاخذين منها، او يعني لا ان كل واحد ممكن يشتري اي جهاز درون يروح يصور؟ هو اصلا ما راح يقدر يدخلها الدوحه لانه لازم يكون عنده تصريح
ويقدمها عن طريق كتاب من القيادة العامة أن أنا محتاجها للدرون الجديد، وإذا وافقوا عليه يقدر يروح أي محل يروي مبرقة من التصريح ممكن يجيبون لك الدرون. نعم. طيب أختي سمية، هل في أنواع يعني كثيرة في الاستخدام الدرون في التصوير جداً، ولا في مثلاً نوع واحد نوع أساسي ممكن الواحد؟ هو جداً. ومن وين تنصحين أن الواحد يبتدي في هذا المجال؟ هو عادة نشوف يعني في ناس تعرف الشركة المعروفة هي DJI، بس في الحين في درونات مطورة الناس يعني اكتشفوها اللي هو FPV، هي الدرون السريع اللي تروح تكون تركيب تركبينها و تمشي، هذه أسميها جير عادي. نعم. ليش؟ لأن ما فيها GPS ولازم يكون تحكمها شوي صعب، لازم براكتس. بس DJI شوي سلس أكثر لأنه يلقط GPS، فالGPS هو اللي يمنعك أن الدرون يتحرك من الهواء ولا لا. يعني تسوي لها مقاومة ولا ما تسوي لها مقاومة. هاي علمونا طبعًا يوم يمكننا في مركز قطر الرياضات اللاسلكية، علمونا على بدون GPS، يعني أنت تقاوم الهواء، أنت تقاوم الجو. أنواع التصريح اللي أنا بقولها، في نوعين من التصريح، في الشخصي اللي هو بس على محتوى المطار، مطار الخور لكم بس تطورونه كهواية، أو يكون تصريح تجاري على حسب الأنشطة التجارية اللي أنت سواء كنت شركة خاصة عندك من ضمنها أنشطة تسويق ودعاية أو فعاليات، أو تكون شركة تشتغل فيها وفيها هال الأنشطة يعني. طيب كلمة اليوم توجهينها سمية، يعني ما شاء الله عندك مواهب متعددة، وجدير بالذكر مشاهدينا أيضا أن سمية أيضا تخصصها أصلا طيران، فما شاء الله عندك مواهب متعددة، شلون اليوم توجهين كلمة للبنات أو الشابات اليوم اللي عندهم مواهب متعددة أن يختارون موهبة واحدة يعني يركزون عليها ويحاولون ينمونها أيضا؟ أول نقطة أساسية أحب أقولها، إذا هي أو هو عنده نظرة حلوة في التصوير ممكن يبتدي، غير هالشيء أنه هو بس حب يمسك الكاميرا ويصور ما راح يعني ما راح يبدأ في هالشيء. النقطة الثانية، لما أنت تكون عندك نظرة حلوة أو تكون عندك نظرة حلوة للشيء اللي تبي تصوره، لازم بعد تزيد براكتس أو تدريب عشان تقدر تحترف فيه وترويه بصورة أحلى. أكيد. لأن الصورة ممكن حزات أو الفيديو يكون جداً عادي، ألوان عادية، لكن الجماليات بعدين تجي. الجماليات هي من التصوير، من الإنتاج، إشلون بتدخل في برامج الإنتاج أو برامج التعديل في أنك تغير لون السماء. يعني لو لاحظنا في الفيديو تغيرت ترى ألوان السماء، يعني أسبوع اللي طاف يوم أنا صورتها كانت الدنيا صج رطوبة في السماء عالية جداً، فكانت الأبراج كلش مش واضحة معاي. نعم. بس الحمد لله قلت لكم بالتعديل تقنيات. نعم اكيد، يعني كل الشكر لك اختي سمية القصابي، واكيد احنا نتمنى لك كل التوفيق والنجاح ومن ابداع الى ابداع. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم لي. الله يسلمك. شكرا لك حبيبتي. مشاهدينا شفنا يعني الانسان لما يكون عنده هوايه واحده او عده هوايات لازم يعني يسلط الضوء على هواية من هذه الهوايات ويركز عليها. يمكن أختنا سمية اليوم هي مدرسة التصوير عن طريق الدرون، ولكن طلعت على عدة مواقع أونلاين ومن خلالها يعني سقت أو نقول إحنا نمت هذه الهواية عندها، وبالتالي أنتجت مثل هذه الصور. راح نروح معكم أيضا لمعرض ولكن في اتجاه آخر، معرض جنيف أكيد للدولي للسيارات، للدولي للسيارات، ونشوف سباق سيارات ولا نعودة. تاريخ طويل لمعرض كشف منذ عام 1905 عن مستقبل السيارات، وأتاح لسنوات عديدة لشركاتها فرصة التواصل والتعريف بها، معرض جنيف الدولي للسيارات، وهنا في قطر ملتقى الشرق والغرب، والتي ترحب دوماً بالابتكار والتطور في مختلف القطاعات. انطلق معرض جنيف الدولي للسيارات ولأول مرة خارج موطنه سويسرا بنسخة استثنائية. You will find yourselves at home in another country that equally prizes and values ingenuity, the pursuit of bold visions and excellence at every touch point. Over the coming days, the Doha Exhibition and Convention Center where we sit
will present to the world groundbreaking reveals and the latest innovations by 31 renowned automotive brands. The launch of the Geneva International Motor Show in Qatar is a testimony to Qatar's rising global prominence as a prime destination for large-scale internationally important events. جدا سعداء في استضافة معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر، والذي يعتبر الأول من نوعه خارج موطنها الأم سويسرا. تنظيم حدث عالمي مثل جنيف بتاريخها في تنظيم معارض السيارات في دولة قطر، هاي أعتقد إضافة للطرفين. دولة قطر أصبحت وجهة رئيسية للأحداث والفعاليات الدولية الهامة، فإطلاق معرض جنيف الدولي لسيارات قطر شهادة على الشهرة العالمية التي اكتسبتها، ومن المقرر أن يتم استضافته كل عامين في الدوحة، ما يوفر فرصة قوية للعلامات التجارية لعرض أحدث تقنياتها والأفكار والمفاهيم الأكثر ابتكاراً. سيتم الإعلان عن 20 علامة تجارية على مستوى المنطقة وعشر علامات تجارية على مستوى العالم. من أجمل السيارات اللي شفناها في المعرض، يعني سيارات جميلة وسيارات جديدة، يعني أنا أتوقع أكثر من 30 علامة تجارية موجودة الحين عندنا، وكل سيارة تختلف عن الثانية، وفي سيارات اللي المفروض نشوفها السنة الجاية موجودة عندنا في معرض جنيف. هذا المعرض يعتبر مميز من نوعه لأنه يضم فعاليات وبرامج مصاحبة خارج حدود المعرض، طبعاً من بينها برامج المغامرة في سيلين، والتي تعتبر تجربة استثنائية للسيارات في الكثبان، تجربة السيارات في الكثبان الرملية، بالإضافة إلى جولة التميز التي تضم 100 سيارة في درب لوسيل الفعاليات، وأخيراً ملتقى التصميم المستقبلي. وهذا الملتقى سيكون في المتحف قطر الوطني، والذي سيكون ورش عمل متنوعة ومحاضرات ذات علاقة. تعد استضافة الفعاليات العالمية مثل معرض جنيف الدولي للسيارات جزءاً من استراتيجية قطر للسياحة، لتصبح قطر الوجهة السياحية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بحلول عام 2030. حياكم الله معنا مشاهدين الكرام، ومستمرين معكم لتكملة باقي فقراتنا من برنامجكم برنامج في الضحى، وفي نفس الإطار في موضوع صناعة المحتوى، حيث تأتي أهمية صناعة المحتوى في عالم اليوم بفضل قوة وسيطرة مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لا ننكر يعني جهود وتباين كبير بين محتوى وآخر، ويعرف المحتوى بأنه ما يقدم للجمهور والمتابعين عبر الإعلام الرقمي أو منصات التواصل الاجتماعي لتلبي حاجاتهم أو تشبع رغباتهم من خلال النص أو الصورة أو الفيديو أو الصوت. من خلال فقرتنا اليوم سوف يعني نتعرف على كيفية صناعة محتوى هادف، وما هي المهارات اللي ممكن أو يتطلب أن يتحلى به صانع المحتوى، من خلال استضافتنا للرحالة وصانع المحتوى السيد أسامة نعمان. حياك الله معنا وسعيد. حياكم الله أسامة نعسان، سعيد جدا أكون ضيف تلفزيون قطر من جديد يعني، وللجمهور القطري. حياك الله. حياك الله أستاذ أسامة. هو في سؤال حطينا لنا الإعداد، إنه إيش أول محطة، يعني شنو آخر محطة وقفت فيها وصورتها، وإيش قلت حق متابعينك؟ هاي ما راح أسألك يا حق تلفزيون قطر. بس بسألك بعد سؤال ثاني بتجاوب على السؤال الأول. السؤال الأهم أنا عندي اليوم، شنو مفهوم صناعة المحتوى؟ آخر محطة كانت لي إيطاليا ميلان، لكن المحطة الأبلى اللي لسه لحد الآن مأسرة فيه كانت مصر. حضارة مصر حضارة جداً جداً عظيمة، ولحد الآن مأسرة فيه، وإن شاء الله حأرجع أكمل في قصص كتير، يعني خليني أقول درست وتعمقت كتير بعلم المصريات، فإن شاء الله حأرجع أعمل تغطية كمان تكمل للتغطية السابقة بإذن الله. بالنسبة لصناعة المحتوى، أعتقد اليوم تأثير السوشيال ميديا هو رقم واحد بكل العالم. صحيح. تأثيره على كل أفراد الأسرة، على أطفالنا. يمكن نحن اليوم
فينا نقول كنا زمان نقول قل لي من تصاحب أقل لك من أنت، اليوم قل لي من تشاهد أقل لك من أنت. صحيح أكيد، يعني فعلا أنا أتفق معك أخوي أسامة نعمان، اليوم نشوف تأثير كبير لصناعة المحتوى. يعني اليوم مثل ما ذكرت زميلتي من شوي أن اليوم صناعة المحتوى صار له يعني أهمية كبيرة في القوة الناعمة، لكن اليوم احنا نشوف صناعة المحتوى في الدول الغربية في اهتمام، في انتشار كبير، في الدول العربية في انتشار وفي اهتمام، لكن احنا كيف نقدر نعزز وكيف احنا ممكن نزيد صناع المحتوى في الدول والله العربية؟ شوف اعتقد لازم يكون في تكاتف، لانه اليوم تأثيره جدا جدا كبير على الاقتصاد، على العادات، على التقاليد، على الثقافة. انا في قصة خطرت لي بدي احكيها بما انه حكيت على الغربيين. بسويسرا كان في ناشطة حقوق حيوان نمساوية عايشة بسويسرا 15 سنة، انتقدت الجرس اللي بتحمله الأبقار بسويسرا بيحمل جرس. صحيح. فانتقدت الجرس، قالت إنه وزنه كتير تقيل، بيو 2-3 كيلو، فهذا الشيء حرام. تخيل لأن انتقدت جرس بيحطوه على تعلقه على البقرة حرموها من الجنسية السويسرية. ليش؟ لأنه اعتبروا أساءت لعادات وتقاليد ولثقافة البلد. فللأسف نحن اليوم يعني محتاجين خلينا نقول هذا التوجه، العادات التقاليد الثقافة يكون إلها إلى حد ما يعني تكون خط أحمر بالنسبة لصناعة المحتوى، وبنفس الوقت نعزز صناع المحتوى اللي بيراعوا هذه القصص، بيراعوا تقدم. يعني أنا بعرف في بعض الدول بيكون في دعم كتير كبير لصناعة المحتوى الهادف، وحتى عندهم أحياناً بيتدخلوا بالخوارزميات، بيعطوا الأولوية لصناع المحتوى اللي بيساهم بتطوير وتقدم المجتمع. هني نحن اليوم نتكلم عن عالمنا العربي. يعني من شوية انت قلت ان رحت اطلعت على الحضارة المصرية وحاولت انك تنقل قد ما تقدر على حسب الوقت اللي كان مسموح لك، وراح ترجع، لان الحضارة المصرية ما شاء الله يعني تحتاج لها سنين وبحار كبير. فالمحاذير هني اليوم في عالمنا العربي احنا عندنا عادات وتقاليد، يعني كل دولة لها عاداتها وتقاليدها. شلون اليوم أنت أسامة كصانع محتوى تراعي عادات وتقاليد أهل قطر، تراعي عادات وتقاليد أهل مصر؟ هل عندك أنت محاذير معينة لازم تتعرف عليها قبل لا تنقل المحتوى، ولا تروح كذا بدون يعني خطة واضحة؟ هلا طبعا دائما في تحضير، في خلينا نقول نقاط أساسية لازم أحكي عنها ركز عليها. ولما بروح لأي بلد يعني بتعرف على الناس، باخذ وبعطي، بسألهم عن عاداتهم عن تقاليدهم. إلى حد ما نحن كمجتمع عربي كتير متقارب العادات والتقاليد. صحيح. لكن بيضل كل بلد له خصوصية معينة، وأحيانا حتى كل أسرة بتلاقي لها خصوصية. صحيح. عن الأسر الثانية. فكل هذا من خلال السفر، احتكاكك بالناس يعني بتتعرف عليه. لكن دائما برأيي صناعة محتوى السفر وأي محتوى آخر لازم يكون في تخطيط، يعني لازم يكون في تخطيط مسبق، لازم يكون أي شيء بدي أحكي عنه أعرف حتى من أكثر من مصدر. أحيانا في تضارب بالمصادر بروح لمصدر معتمد أكثر، وأحيانا حتى هي النقطة لما يكون في تضارب لازم أوضحها. أكيد. ويعني تكون يا جماعة في عليها هي النقطة خلاف معين. جميل. طيب أسامة، يعني ذكرت أنت نقطة جدا مهمة، اللي حاب يدخل في هذا المجال أو أن إذا عنده محتوى يبغي يقدمه للجمهور لابد أنه يكون موضوع التخطيط حاضر عنده. لكن هناك في أمور ثانية، يعني على حسب ما أنا عرفت أنه لابد أنه يتم مثلا تركز على فئة معينة بحيث أنك أنت ممكن تستهدفهم من خلال المحتوى اللي أنت تبغي تقدمه. كذلك حتى اليوم يعني مش فقط أنا يعني أشيل كاميرا الجوال وأصور، نشوف البعض يقعد ويكتب المحتوى اللي يبغي يقوله بحيث أن الفكرة والانتشار يكون أكثر. يعني إيه طبعا انت دائما بدك كل بلد في، لا ما في بلد خاصه بمنطقه الشرق الاوسط، البلاد العربيه غنيه بشكل رهيب، في عندك اثار، في عندك معالم، في عندك تاريخ، في عندك حضاره العالم كلها انطلقت من هون. الدين الاسلامي انطلق من منطقه، الدين المسيحي حتى انطلق من الشرق الاوسط. فعندك حضاره جدا جدا عجيبه وجدا غنيه. فهي القصص اكيد بدها تخطيط، وانت بنفس الوقت نقطة انا فهمت من سؤالك انه بدك تحاول انك تستقطب الجمهور الاكبر. طبعا انت بدك تحاول شو ما كان محتواك، تحاول يكون محتواك قريب من الناس، بيتقدم بطريقة سلسة وبسيطة. اليوم خلينا نقول الاعلام الرسمي الى حد ما الناس
بعدت شوي عنه، صارت تحب اكثر شيء اكثر الاعلام المايل الى البساطه اللي في روح الدعابه. فانا بحبز هذا هذه خلينا نقول المجال، انك تحاول المحتوى اللي تقدمه بطريقه بسيطه وسهله وحلوه. طيب خلنا ناخذ، اعطينا كذي احد الاشياء اللي يعني جاتك من تعليق احد المتابعين لك. هل كان مثلا في فيديو انت نشرته اليوم او مثلا صورته وجاك تعليق لا والله يا اسامه ما كان كذا، او مثلا عادات البلد هذه مش صحيح اللي انت قلته وعدلت على الفيديو، ولا لا انت تروح تاخذ من المصدر ويعني وتصر على اللي انت نقلته؟ والله بامانه يعني هي النقطه خاصه العادات، ونحن كشعوب عربيه يعني كثير متمسكين ونحب العادات والتقاليد. بحاول اتاكد 100% الحمد لله لحد الان ما في اي يعني ما صادفت اي خطا بموضوع العادات والتقاليد، فهي النقطه الحمد لله يعني جميل. ما في اي مشكله. جميل. طيب اسامه، يمكن حضرت وكنت موجود وعشت يعني ايام استضافه قطر لكاس العالم طبعاً، وكان لك حضور وانتشار كبير خلال هذا الحدث العالمي. اذا سالناك اهم الاماكن القريبه بالنسبه لك؟ والله شوف بالنسبه لقطر يعني اللي انعمل بكاس العالم شيء جدا جدا عظيم، يمكن عشته ونقلته انا، لكن خليني اقول تاثيره بعد ما سافرت رحت للدول الاوروبيه، لما التقيت ما في مدينه تقريبا رحت أوروبية إلا ما أجوني متابعين عرب اللي تشكرني على تغطية قطر. جميل. اللي كتير مبسوط من تغطية قطر، اللي كتير فخور بتغطية قطر. في بعضهم بيقول لي أسامة صدقاً نحن صرنا نفتخر قدام الأوروبيين الألمان زملائنا بالعمل أصدقائنا، نقول لهم شوفوا ترى نحن هي عنا قطر، هي يعني عرب عملوا شيء رائع، شيء منفتخر فيه. وحقيقة التجربة القطرية بكأس العالم يعني حتى أكيد سمعته وشفته حتى ببريطانيا صاروا يعيدوا النظر بكثير قصص بموضوع بعض الإجراءات نعم. بالمباريات صحيح. فكانت تجربة جدا رائعة. تخيل كأس عالم إجوا ناس من كل الكوكب، ما صار أي مشكلة، ما صار أي، فهذا شيء جدا عظيم. وبنفس الوقت الأماكن بقطر أماكن عن جد قطر جدا غنية. الخليج بشكل عام، انا يا جماعه بقول لهم يا جماعه والله الخليج حرفيا سياحي، خاصه بفتره الشتاء. هلا فتره الشتاء الاجواء بتجنن. بالمقابل اوروبا بتروح لها بتقعد اسبوع بتعيش كآبة لانه لون واحد، برد، ثلج، ما في شمس. هذا الحكي عم حكيكم اياه كلام اهل البلد يعني اهل اوروبا اللي عايشين باوروبا. فالاجواء حاليا يعني هلا بدات بقطر عموم الخليج بتجنن، وبنفس الوقت عندك انت بنيه تحتيه. يعني الناس لما اجت شافت المترو، حتى الاوروبيين لما اجوا على المترو شافوا مترو الدوحه راحوا صاروا يقارنوه انه قديش هن متخلفين بالمترو عن مترو الدوحه، تخيلي. فما شاء الله في معالم جدا جميله. برايي قطر يعني لازم، وبشجع دائما الاوروبيين كنت تطلعوا بالشتاء تعالوا قطر، اجواء جدا حلوه، الشواطئ، المعالم الحلوه. طيب اليوم تجربة أسامة تختلف عن تجارب الآخرين. يمكن كثير اليوم طلعوا أسامة حاولوا يقلدون أسامة في نقل ذي شيء، والتقليد شيء جميل، خاصة لما يكون أنت نموذج أو موديلينج أن أنت أسامة قاعد تصور أماكن جميلة من دول العالم سواء العربي أو حتى الأوروبي، وقاعد تظهر أفضل ما لديهم سواء كان عادات سواء مشاهد جمالية مناطق جميلة أو حتى فعاليات. ماذا تقول لكل من ذهب في هذا الاتجاه اللي خذ أسامة؟ إيش النصيحة اللي توجهها لهم اليوم؟ بشكل عام لصناعة المحتوى نصيحتي أول شيء خلي يكون عندك هدف واضح، خلي يكون عندك محتوى واضح. أنا شو عم أقدم محتوى السفر، حاول ركز على هي النقطة. وعادي ممكن أطلع أحكي عن الكرة، عادي شيء طبيعي، أنا بالنهاية إنسان بأثر وبتأثر طبيعي، لكن خلي يكون عندي هوية واضحة. لازم تخطط صح، ما ترقد وراء أنه بدي أجيب أحسن أنواع الكاميرات. لا، اليوم الموبايل ممكن يغنيك كثير عن الموبايل عن الكاميرات، وحتى أسهل إلك بكثير دول ممكن يطلبوا منك تصاريح. فالموبايل اليوم بيفي بالغرض، الذكاء الصناعي بيساعدك كثير. حاول دائما وذكاء تطلع. الشخص طبعا بعد. طبعا اكيد هو الاساس، الشخص هو الاساس. حاول انك دائما تعتمد على كل ما هو جديد، صارت الامور اسهل بكثير. صح صارت المنافسه صعبه، لكن الامور صارت اسهل بكثير، وصار اي معلومه فيك جدا ببساطه فيك توصلها
وببساطة فيك تتأكد من صحتها. أكيد أكيد، يعني إحنا ما نقول لك خططك المستقبلية في قطر وسامة، لذلك يعني اليوم بس إحنا نذكرك ونذكر المشاهدين إن عندنا العديد من الفعاليات المقامة خاصة في هذه الفترة والفترة القادمة، خاصة يمكن واحدة من الرياضات أهم شيء كأس آسيا اللي حيكون إن شاء الله في تغطية بإذن الله، حيكون في تغطية مميزة كأس آسيا اللي حيستضيف عشر أندية عربية، عشر أفريقيا عربية، فأكيد حيجي جمهور من 10 دول عربية. صحيح. إن شاء الله حأرجع أعرفهم بأهم وأجمل الأماكن بإذن الله. حياك الله، وبدي أختمها بإنها قطر. حياك الله. أكيد كل الشكر لك أخوي أسامة نعمان صانع محتوى نعسان هني كاتبين لي أوكي أنا آسف. طيب يعطيك العافية، وأكيد إحنا نتمنى لك كل التوفيق ونقول لك حياك الله. يعني بين حياك الله معنا بين هلك وفي بلادك. أكيد يعطيك العافية أستاذ أسامة. كثير مشاهدينا اليوم نشاهد صناع المحتوى في شتى المجالات والأماكن، أيضا حتى في كافة الدول سواء العربية أو حتى الأوروبية، لنقل صورة معينة يصنعها صانع المحتوى ويؤكدها في بصمة ذات جودة عالية، سواء من خلال الكاميرات المختلفة أو حتى من خلال الموبايل الخاص فيه. راح نأخذكم أيضا في فقرة لدينا اليوم أو في نقل مع زميلنا إبراهيم الجفيري من منطقة لوسيل، كان هناك اتفاقية، ولكن ما هذه الاتفاقية؟ راح نشوفها مع زميلنا إبراهيم الجفيري ونقول لك صبحك الله بالخير إبراهيم. نعم، الزملاء المتواجدين في الاستوديو وضيوفكم الكرام وكل من يشاهد شاشة تلفزيون قطر، نرحب فيكم ونصبح عليكم بالخير من استاد لوسيل وبالتحديد في مقر وزارة الشباب والرياضة. واليوم احنا متواجدين ننقل لكم حفل اتفاقية توقيع اتفاقية التعاون بين شركة سامسونج ونادي رواد الأعمال للشباب، والحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم معنا الاستاذ إبراهيم الصليطي رئيس نادي رواد الأعمال والشباب. في البداية نصبح عليك بالخير ونرحب فيك. الله يصبحك بالنور يا إبراهيم، شلونكم؟ ما قصرت صراحة على هالتغطية الجميلة. احنا اليوم صراحة الحمد لله مستانسين أول شيء، وفرحانين أن احنا بدعم طبعا من وزارة الرياضة والشباب أن نوقع مع شركة من أكبر الشركات في العالم في التكنولوجيا اللي هي شركة سامسونج، وتم التوقيع اليوم مع شركة سامسونج الخليج بحضور الشيخ ناصر بن حمد رئيس إدارة تكنو بلو، وحضور السيد دو هيلي اللي هو رئيس سامسونج في منطقة الخليج. وهذه الاتفاقية كانت عبارة عن تطوير الكوادر الشبابية هنا في قطر وبالأخص رواد الأعمال، بحيث أن احنا نركز على المحاور التالية اللي هي الذكاء الاصطناعي. أغلبية الناس الحين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مختلف الأشياء، في بعضهم بالشات، في بعضهم بالصور، في بعضهم بأشياء مختلفة. إحنا ما نبي نكون بس مستخدمين، يعني إحنا ما نبي نكون مستهلكين فقط لهذه الأشياء. فإحنا حبا منا بأن إحنا نحدد التوجه، لأن إحنا ورانا 2030 لها يبلها شغل كثير، فإحنا نبي نكون رائدين في هذا العمل. ف يعني اهتمينا أن نوقع مع أفضل حد في هذا المجال، وكلمنا سامسونج، تواصلنا معهم بحيث أن وهم ما شاء الله عليهم دعمونا ببرنامج يسوونه صار لهم 7 سنوات اللي هو اسمه اللي يسمونه مخيم الابتكار. وهذا المخيم او برنامج الابتكار يركز على الذكاء الاصطناعي وكيف تصنعه، مو كيف تستخدمه، كيف تصنع برامجك الخاصه. فاحنا مستهدفين شريحه 100 شخص هنا في قطر يكون يقدر انه يشارك معنا في هالبرنامج، وباذن الله بنفتح هالتسجيل من هذا الأسبوع لين لمدة 2 أسبوع، وبإذن الله بنقول لهم من اللي قبلناه وكذا. وللأمانة احنا مهتمين كثير بأن احنا مو بس نستخدم نفس ما قلت، احنا نبي نطور أدواتنا الخاصة. فسامسونج يعني ما في أحد أحسن من سامسونج يعلمنا هالشيء، فبإذن الله نتطلع حق هذه الدورة بتستمر لمدة 3 شهور من أول ما تسويه، فهو شوية فيها ثقل للأمانة، راح تكون ثقيلة على الشباب، بس احنا متأكدين انه مقدها، ومتأكدين انه بإذن الله بنسوي مشاريع ريادية وبنسوي برامج ابتكارية هني تكون مفيدة للمجتمع، لرواد الأعمال والشباب.
ان شاء الله باذن الله ما شاء الله نشوف انه يعني تواكبكم مع الذكاء الاصطناعي ممكن استخدامه. انت قلت حتى مو مجرد ان انتم راح تستخدمونه بل راح يتم تطويره لاستخدامه في اشياء للمستقبل اكثر. في عندك مثلا اشياء في بالك في شنو ممكن يتم استخدامه ولا لحد الحين مجرد فكره تطوير الذكاء الاصطناعي؟ والله هو شوف احنا طبعا المشاركين ال100 اللي بيشتركون معنا كل واحد راح تكون اكيد عنده فكره مثيره للاهتمام بتكون فريده من نوعها. فشنو نوعيه الابتكارات اللي راح تصير؟ راح تكون مربوطه برواد الاعمال اللي راح يشاركون باذن الله. احنا نامل والتوجه راح يكون ان نحل اشياء هنا موجوده عندنا. يعني مثلا انت اليوم الذكاء الاصطناعي عندك يحل لك امور كثيره مثل استهلاكات السياره، استهلاكات الماي، وين الكذا، وين الشغلات تقدر تقيسها باي طريقه. اليوم احنا الذكاء الاصطناعي قاعد نستخدمه في مخالفات السيارات مثل الحزام والتلفون. فهذه مثلا من الاستخدامات البسيطه اللي جدا جيده. اليوم احنا عندنا نسبه الحوادث اقل بسبب برنامج بسيط. فمثل هذه الابتكارات والحلول هي ان شاء الله الشغلات اللي بنكون نركز عليها. جميل، الله يعطيكم العافيه. بالنسبه حق الدوره، هل الدوره يعني مفتوحه للجميع ولا مجرد الناس لهم شروط خاصه معينين من قبلكم تختارونهم؟ والله هو في شروط بسيطه بس الكل راح ينقبل. الشروط هي ان انت عندك خلفيه بسيطه في الاي تي والتكنولوجيا والكودينج، لان تدري ترى شغل الذكاء الاصطناعي جدا صعب ويحتاج له برمجيات ورياضيات ويحتاج له معادلات. فاشياء بسيطه مثل الرياضيات والكودينج اللي هو البرمجيات باذن الله بيكون كفيل انك انت تدخل معنا. زائدا تدري انت اليوم الجامعات كلها تدرس هاي التخصصات، فعندنا شريحه ضخمه مستهدفه وباذن الله ناخذ الاحسن. الله يعطيكم العافيه ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. استاذ ابراهيم، لو في عندك كلمه اخيره حاب انك تقولها. انا اشوف ان احنا ما راح نوقف طبعا على هذه الاتفاقيه، في اتفاقيات كثيره جايه في الطريق ما نقدر نعلن عنها، لكن انا اشوف ان هذا مش بس واجبنا احنا كنادي رواد الاعمال الشباب، هذا واجب كل المؤسسات ان ندعم الشباب وندعم رياده الاعمال ونكون يد بيد على اساس ان احنا ان شاء الله نقدر ان نتوجه بالشباب حق 2030 يكون احسن من اللي الواحد يفكر فيه ان شاء الله باذن الله. الله يعطيكم العافيه، جهود ملحوظه ونتمنى لكم دائما التوفيق. السيد ابراهيم الصليطي رئيس نادي رواد الاعمال، نتمنى لكم كل التوفيق وكل الشكر لك. مشاهدينا، هذا كل ما لدينا من استاد الوسيل طبعا، ونرجع الى الزملاء في الاستديو. كل الشكر لك الزميل ابراهيم الجفاري على هذا النقل، وشيء جميل اللي احنا قاعدين يعني نشوفه من خلال هذه الاتفاقيه والتعاون مع شركه سامسونج الرائده في مجال التكنولوجيا مع نادي رواد الاعمال للشباب. اكيد راح يكون له تاثير كبير ودور كبير على تنميه مهارات الشباب القطري في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فهذه فرصة لجميع الراغبين أنهم يحضرون لهذه البرنامج، وأكيد نتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله. لا زلنا احنا في التصوير وصناعة المحتوى، صناعة المحتوى من خلال الصورة أو من خلال الفيديو. من شوي تحدثنا عن التصوير بالدرون مع يعني ضيفتنا الأولى، اليوم أيضا ضيفنا الثاني كان صانع محتوى بالتصوير الموبايل، والحين عندنا تصوير الكاميرا الفوتوغرافية. شلون أنا اليوم أصور وأنقل محتوى بالصورة الفوتوغرافية مع مصور ومدرب فوتوغرافي مميز السيد عارف العماري؟ حياك الله معنا اليوم. حياك الله معنا أخوي عارف، حياك الله بالعكس، وإحنا سعيدين بتواجدك معنا. وأكيد يمكن اليوم أنت لاحظت أن الحلقة عبارة عن أهمية الاهتمام بصناعة المحتوى. اليوم احنا لما نتكلم عن صناعة المحتوى لابد ان الشخص او المهتم في هذا المجال لابد انه يكون عنده وسيلة او اداة بحيث انه ممكن يعني ينتشر، ممكن ان يوصل رسالته. ممكن هذه الاداة تكون كاميرا فيديو، كاميرا تصوير، جوال، امور كثيرة يعني ادوات كثيرة. لكن اليوم بالنسبة لتصوير النجوم نبغى نعرف اكثر اخوي عارف. طبعا دائما انا اقول ان الكاميرا هي مجرد وسيله انت تستخدمها لان تطلع الفن اللي موجود عندك، بس في تصوير النجوم هي من المحاور النادره اللي تحتاج توافق جزئين مهمين اللي هو الاحترافيه في استخدام ادواتك والجانب الفني في التقاط الصوره. لذلك تصوير النجوم محتاج نسبة تعلم كبيرة، محتاج طقس مناسب، ومحتاج الأمور الإبداعية الأخرى. واضح. طيب حضرتك أستاذ، يعني اليوم أنت مدرب تصوير أيضا فوتوغرافي،
ايش اساسيات التدريب على التصوير؟ انا لما اجيك اليوم اقول لك انا ابي ادرب على التصوير بس ما بي يعني عطني الاساس، عطني الاساسيات، شنو اساسيات؟ طبعا هي في اساسات التصوير اولا لازم الواحد يعرف اللي هو الجزء التقني من التصوير، لان الكاميرات صارت متقدمه بشكل كبير، احنا محتاجين نتعرف على امكانياتها على اساس ان احنا نقدر نتعامل معها. وفي الجانب الثاني اللي هو الجانب الفني الابداعي، سبحان الله ممكن الجانب التقني سهل التعلمه، الجانب الفني هي موهبه من الله سبحانه وتعالى، ملكة أنت تمتلكها وسهلة عليك. لذلك نجد بعض المصورين عنده السهل ممتنع، عنده سهولة في إخراج صور إبداعية. نعم. نظرة جمالية. نظرته هو عنده إحنا نسميه عين حساسة. نعم. يقدر يعرف الجمال في كل مكان من غير ما يتعب في إنتاج الصورة. نعم. يعني الحين إحنا قاعدين نشوف معك أخوي عارف مع المشاهدين هذه الصور اللي من خلال أعمالك، لو تكلمنا أكثر يعني عن هذه اللقطات. والله طبعاً واحدة من الشغلات المهمة اللي محتاجين إحنا نعرفها في تصوير النجوم اللي هو هي مشكلة موجودة عندنا في قطر التلوث الضوئي، كون إن قطر صغيرة، المدن موجودة في كل مكان، المصانع موجودة في كل مكان، عشان نوجد مكان نحصل لنا مكان نقدر من خلاله نصور تصوير النجوم هذه مشقة. لذلك إحنا عندنا مكانين رئيسيين، عندنا زكريت وعندنا الأمرية. واضح. وكلاتهم الاثنين فيهم تلوث بصري يمكن قليل جدا، اذا بتلاحظ خلف المجسم في نفس الضوء. صحيح. هذا من المصانع اللي موجوده ورا، يعني حتى المجرد احنا المصور لازم اولا نختار اليوم المناسب، يوم ما في قمر، ظلام تام. عندنا طبعا لازم نتاكد من لان الكره الارضيه تدور. صحيح. لازم نتاكد هل درب التبانه مثلا او النجوم موجوده، لان في تصوير درب التبانه أو في مصور تصوير النجوم العادي اللي هو تتابع النجوم، عشان نعرف هل إحنا في خط مستقيم متوازي مع الـ مع الـ مع درب التبانة راح يطلع معانا ولا لا. فندور الأيام الصافية ما فيها رطوبة، ما في هالأمور كلها. بعد ما حددنا اليوم، حددنا كل شيء، محتاجين الأدوات. المصور النجوم محتاج أدوات، ما راح أقول لك خارقة بس مش رخيصة، محتاج كاميرا العادية بس محتاج عدسات قوية جدا. والحمد لله يمكن ان الكاميرا تطورت في الماضي. صح. كانت الكاميرا تحتاج تكون تلتقط صوره طويله لمده ساعات، فكانت البطاريه مثلا في نص اللقطه تخلص. تخلص. نعم. صحيح. تعال رد صور من جديد. الحين صار الموضوع متطور اكثر، صار في امكانيه تركيب عدسه مصدر طاقه خارجي، محتاج انت قاعد حامله ثلاثي قوي جدا يتحمل، لازم انت ما تلمس كاميرتك. فاحنا شنو نسوي؟ نضبط الاعدادات، نعرف المكان عن طريق برامج الجوال، مكان النجوم وين واتجاهاتها وحركتها، نثبت الكاميرات، نضبط الاعدادات في ظلام دامس بالريموت كنترول من غير ما تزخ الكاميرا، لان مجرد لمسك الكاميرا عمل اهتزاز واضح، فتكتشف ان الصوره مهزوزه. وطبعا حتى الجوال اي شيء في مصدر ضوء نغطيه. فتخيل احنا يعني قاعد نصور في ظلام دامس ما نشوف ولا شيء قدام. ايش كثر ياخذ معاكم؟ لا احنا نقعد 4-5 ساعات لما نخلص المشوار كله، يطلع معنا 4-5 ساعات لما نخلص، يعني نطول فيه. فمن المواقف الغريبه اللي تصير لنا، طبعا صارت لنا مره احنا كنا في زكريت ونصور وظلام ظلام يعني ناطرين، وزكريت ترى معروفه يعني فيها جن، وفجاه سمعنا صوت كلنا نقزنا مره واحده كنا فوق السياره، طلع قطاس دز الهواء. طيب شنو الفرق بين التقاط صور للمسارات النجوم والفرق بين مثلا تلتقط انت الكواكب او اخرى؟ لا يعني هذا مختلف تماما، مثلا تتكلم عن الكواكب هذا علم ثاني مختلف بذاته، ومحتاج تلسكوب، محتاج شغلات مختلفه تماما احنا ما نتخصص فيها، لهم ناس ثانيه مختصين فيهم. بس تتابع النجوم ممكن الكاميرا العاديه تلتقطها، مثل ما قلت لكم الكاميرات تطورت، صارت حتى الكاميرات البسيطه الرخيصه كان في امكانها انها تلتقط. ولذلك في بس المهم العدسه، ولذلك دائما النقطه الرئيسيه في جوده الصوره العدسه تاخذ نقطه كبيره. الناس تظن ان اذا نشرت كاميرا غاليه بتكون هي الافضل، لا مش شرط، العدسات دائما هي اللي تحدد مصير الصوره. العدسه اغلى من الكاميرا كاميرات تكون؟ ممكن صعبه بس ممكن، يعني بس القصد ان العدسه مهمه باهميه الكاميرا. نعم. يعني اللي فهمته من كلامك اخوي عارف ان يعني عملية التصوير أو إجراءات التصوير في تحديات، في صعوبات، فكيف
تتغلبون على هذه؟ يعني من شوي تكلمت انت لابد ان الواحد على الاقل يكون ملم شوي في علم الفلك، في الطقس، في حاله الجو، في امور كثيره قاعدين نتكلم. هو قلت لك يعني واحده ممكن من محاور التصوير المحتاجه انك تتقن في كذا شغله فيها. يعني مثلا في اشياء انا اقول للمصور لا ترهق نفسك بالارقام والاعدادات والامور هذه، الناس تطالع شغلك، بس هني في تصوير الفلك او تصوير النجوم عشان تطلع بصوره جيده لازم تمر بمراحل عديده، الوقت، الامور هذه، فهي ما تجي الا عن درايه وعن قراءه وعن استفسار. وعلى فكره يعني انا في نقطه مهمه ده، تصوير النجوم ترى هي مش الموضوع الرئيسي، هي خلفيه الموضوع الرئيسي، لذلك في بعض اللقطات اللي انعرضت احنا نشوف مجسمات ذكرت هي الموضوع والنجوم هي الخلفيه لها. لذلك دائما اتمنى من المصورين، احنا ان شاء الله بتعدل الجو قريب وبيبدا الناس يلتقطون بيروحون البر بيصورون، انه هو يفكر في الموضوع ذي ان النجوم مش هي الموضوع الرئيسي، هي خلفيه للموضوع الرئيسي. جميل. طيب انتقلت من تصوير النجوم لتصوير الطعام. نقلة نوعية مختلفة تماما. شلون أنت اليوم من مصور النجوم انتقلت للتصوير الفوتوغرافي الخاص بالطعام؟ وين وجدت هني القيمة اللي بتضيفها أنت حق نفسك؟ والله ترى صارت صدفة، لأن في البداية أنا كنت أساسا مدرب تصوير وما زلت مدرب تصوير، وأفتخر أن أنا مدرب تصوير، وعن طريق مركز قطر للتصوير وعن طريق الجمعية سابقا ودربنا كذا، فسبحان الله صارت صدفة في إحدى المطاعم في قطر واحدة كانت حاضرة طالبة عندي وكان عندهم مطعم، فهل في مجال أن أنت تصور لنا؟ قلنا والله خلنا نجرب، وسويناها ورشة في مطعمهم. جميل. يعني استهويت الموضوع لأن أنا أحب الأكل وفاهم في الأكل. كلنا نحب الأكل. فاهم في الأكل، وجدت أن في نقطة مهمة جدا أنا بذكرها وأتمنى المبتدئين، لأن أنا تأخرت لما عرفت المعلومة هذه، التخصص مهم جدا. كونك تصور كل شيء الناس ما راح تشوفك كمصور محترف. صحيح. دائما لو احترفت شغلة وحتى لو ما كنت قوي فيها بس احترفت فيها راح الناس تلجأ لك فيها. صحيح. فنقطة أنا يعني أتمنى من كل مصور نجرب صور بس شوف لك مسار معين وحاول أن تركز عليه. أكيد أكيد. يعني طيب أخوي عارف، يعني غير التخصص كلمة أو رسالة تبغي توصلها للمصورين أو اللي حابين يدخلون في هذا المجال؟ والله تصوير شيء جميل، بس أتمنى من الكل طبعا أنهم يحضرون دورات يتدربون، لا يعتمد على بس السوشيال ميديا والتقليد والهذا، يعني يشوف له مسار معين شيء. والله في قطر مش مقصرين، كل المراكز جميع الجهات، يعني الحمد لله دولتنا من زمان موفرة. نعم. كل شيء للفنان، إن من ناحية المعارض المجانية، من ناحية الدورات. أكيد. بأسعار. صحيح. رمزية جدا، مش مقصرين صراحة. أكيد. أتمنى التدريب والتطوير لأنه يطور بشكل كبير. أكيد أكيد. جميل جدا. سيد عارف العماري مصور ومدرب محترف للتصوير والفوتوغرافي، يعطيك ألف عافية. كل الشكر لك أخوي عارف، وأكيد إحنا نتمنى لك كل التوفيق بإذن الله. شكرا على الاستضافة الكريمة. هو قال من شوي بعد أستاذ عارف أن التصوير الطعام يعتمد على الشيف اللي هو بيختار صورة الطعام، لأن في له درجة استواء معينة للأكل مش عارفة إيش، بس إحنا كلنا لما نروح المطاعم نحب نشوف صورة الأكل نفسها اللي هو صورها المصور الفوتوغرافي وناكلها. وأسهل للطلب بعد. أكيد مشاهدين الكرام إحنا مستمرين معاكم، وأكيد إحنا يعني نشوف اليوم فعاليات كبيرة لمعرض إكسبو وحضور ووجود كبير للجناح القطري في هذا المعرض. تفاصيل أكثر ونشوفها معاكم في هذا التقرير ونرجع لكم. الجناح القطري يتكلم عن راس بروق في منطقة زكريت، ويتكلم عن أربع محاور: الوعي البيئي والاستدامة والتكنولوجيا والابتكار والزراعة الحديثة. وفي نفس الوقت نبي نحبب الجمهور ونراويه إيش اللي حدث من التغيير المناخي والزراعة الحديثة والتكنولوجيا واللي وصل له العالم، إنه
زيادة الرقعة الخضراء سواء في العالم أو في قطر، والتغيير المناخي اللي حاصل وما توصلت له قطر من زراعات حديثة ومن التكنولوجيا. ونبي نوعي الجمهور، أكيد الجمهور يعني واعي لكن يشوف إيش الأحدث. وجينا هنا على قطر، على مركز جناح قطر، شفنا الشاشات الإلكترونية المتطورة اللي عم تعرض التطور اللي صار واللي حيصير إن شاء الله، بالإضافة شفنا التطور الخضار والطبيعة اللي عم تتم من تحويل الصحراء إلى أماكن خضراء، والطاقة الشمسية تطورها. تجربتي اليوم كتير رائعة بزيارة الإكسبو الدوحة. هذا أول سنة أنا بكون عم شارك بهيك حدث بالدوحة، شيء كتير رائع. بنصح كل الجالية كوني أنا لبناني تيجي تزور هالمعرض هالمكان الحلو. بعتقد يمكن من بلشت قطر تتركز على كتير نقاط أساسية، مثل كيف يكون المباني صديقة للبيئة، كيف تطور التكنولوجيا عم تستخدمها لتنقل صورة حضارية بهالمجال. أول خطوة جبتها اليوم، أول زيارة لنا لأكسبو، كانت زيارة ممتعة مع الأهل، وأشجع في هذا المجال على لأجل إنهاء التصحر والبيئة النظيفة من التصحر. النقلة نوعية تمام، يعني الحمد لله يعني قطر مهتمة في هذا الشيء، وإن شاء الله للأمام. حياكم الله مجددا مشاهدين مرة أخرى. مثل ما شفنا في الإكسبو الخاص بالبستنة وتحدي التصحر، كثير من المنتجات اليوم الموجودة في هذا الإكسبو واللي راح تنطلق إن شاء الله من أول يوم كان للإكسبو، واللي لازالت موجودة، وفي بعض مشاركات كثيرة محلية. أكيد أختي الشيخة، فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، برز عدد من الشركات الوطنية التي تشارك بالمعرض، وكان من بينها مجموعة AKKM التي تشارك بجناح مميز في المعرض ويقدم للزوار تجارب ومنتجات عديدة بالتأكيد جميعها صديقة للبيئة. وللتعرف أكثر عن مشاركة مجموعة AKKM وماذا سيقدم جناحها في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، يتواجد معنا في الاستديو السيد عبدالله الكواري رئيس مجلس إدارة مجموعة AKKM. بداية حياك الله معنا أخوي عبدالله. الله يسلمك. حياك الله AKKM عبد الله كواري، كي خالد، أم محمد، حفظت أنا خلاص، دخلوني معاكم أنا أس بعد حطوني معاكم. طيب شنو طبيعة اليوم، أنت بصفتك رئيس مجلس الشركة هذه، شنو طبيعة اليوم الشركة هذه، وشلون اخترتوا أن تدشون اليوم في إكسبو أول مرة؟ هو بخصوص بالنسبة لدخولنا الإكسبو كراعي ذهبي، الإكسبو أساساً اللي صاير عندنا هنا خاص بالبستنة، نعم، وبالاستدامة، نعم، ويخدم رأي قطر 2030، نعم. فواحد من يعني من المنتجات اللي احنا اساسا نبيها هي صديقه للبيئه. جميل. عندنا احنا هالماي بالشراكه مع شركه في كوستاريكا مياه مطرغبه. تمسكها بس هذه استدنايف. طيب وش اللي يفرق عن يعني باقي المنتجات اخوي عبد الله؟ بالنسبه للغرشه نفسها هي غرشه الومنيوم، معاد تدويرها اساسا عشان تتشكل على هالشكل. نقدر نستعملها اكثر من مره قبل ما نخلص الماي اللي فيها. الماي اساسا مياه امطار تطلع بشكل طبيعي من الارض من غابات كوستاريكا. جميل جميل. طيب اخوي عبد الله، يعني ايش اللي قدمتوا او ايش اللي راح ممكن تقدمون انتم في معرض اكسبو الجناح نفسه؟ احنا بنقدم الماي للجمهور
يكون راح يكون موجود فقط الماي نفسه يعني. إيه. الماي نفسه وراح يكون متوفر في تقريبا في اكسبو كامله في 3 مناطق. جميل. وهل النوعيه بهالجوده اللي اول مره يتم تواجده مثلا في الدوله عندنا في قطر ولا يعني شو اللي يميز؟ اللي يميز غير ان هي مثلا العبوه مثلا صديقه للبيئه، الماي مثلا مياه امطار، هل في مميزات غير المميزات؟ انك واحد مميزات شكل الغرش نفسه. واضح شكل نفسه. نعم جميل. هي شكل نفسه انزين. والشعار وشعار الاكسبو طبعا هو اللي مزين الغرش يعني. احنا نشوف اي شعار الاكسبو هني. انزين انتم كشركه ناشئه توكم في البدايه، شو اللي خلاك تتجه لهذه الفكره اليوم؟ ان الفكره هذه تخدم الرؤيه. بس عشان الرؤيه يعني مو عشان شركه لا مو عشان الشركه عندنا، عشان ان نخدم الرؤيه يعني منها ان ننشر الوعي البيئي. طيب لقيتوا انتم في اقبال اليوم؟ يعني انت لما تقول لي مياه غابات يعني يروح تفكير في شيء ثاني. لا هو واحد من يعني الماي هذه يعتبر واحد من انقى المياه في العالم، مثل مياه جبال الألب. جميل. هاي نفس الشيء نفس الفكره. تم معالجته؟ لا ما تم معالجته، مثل ما هو مثل ما. طيب برع المعرض ممكن الواحد يحصل على هذا المنتج اخوي عبد الله ولا لحد الان؟ في الفتره الاولى لا، في الفتره الاولى فقط في المعرض، لانه التدشين كان متناسق مع اكسبو وفي احجام اكيد مختلفه. في احجام صحيح. واضح. طيب اخوي عبد الله، احنا لما نتكلم يعني عن منتج معناته ان احنا قاعدين نتكلم عن مجموعه كبيره من المعايير في الاستيراد والتصدير. صحيح. خاصه المنتجات العالميه، لو تكلمنا اكثر عن هالمعايير. هو واحد من المعايير يعني في انا مرينا في كذا معيار يعني تم تطبيقه بحيث ان نقدر نستورد المي. نعم. بس بصراحه في اشياء كان جدا سهله، لأن بحكم أن أساساً معايير الاستدامة متوفرة في هالمنتج، من حيث أن الغرشة قابلة للتحلل، إعادة الاستعمال، نقاوة الماي، خادم الشوائب، حتى الاستيكر مال الإكسبو نفسه صديق للبيئة. جميل. يتحلل بسرعة ما يأخذ وقت، فهي كان كلها فيها جات معها تسهيلات زيادة، لأن هذه يعني واحد من النقاط اللي هي تخدم الرؤية. جميل. طبعاً الرؤية هي رؤية قطر الوطنية اللي هي الخاصة بالاستدامة 2030. اليوم أنتوا الراعي الذهبي لإكسبو، فشلون جاء هذا الاختيار كراعي ذهبي؟ اللي جاء الاختيار من الغرشة نفسها، أن المعايير كلها اللي إكسبو كانت حطتها متوافقة مع الماركة هذه أو اللي بالشراكة مع هالشركة، فحتى طريقة أن نكون راعي ذهبي كان جداً سهلة يعني. الإجراءات كانت أسهل لأن المنتج يختم رؤية إكسبو نفسها. حققتوا يعني طبعاً الشروط. عطي حققنا التارجت مال إكسبو اللي هو الاستدامة والبستنة. نعم يعني الحين أنا قاعد أشوف وراء مكتوب مكونات المنتج نفسه، يعني زيرو كالوري، الفات في زيرو تقريباً، الصوديوم في 0.2، البروتين تقريباً في 20. لكن أنا سؤالي لك يا أخي عبد الله، هل في نكهات ولا فقط هي نكهة واحدة؟ لا مش نفس، لأن مثل ما نشوف احنا بعض الشركات او بعض المنتجات في عندهم نكهات يعني مختلفة ومتنوعة في. لا الماي بس، مش حتى مش ماي غاز، ماي عادي. نعم. طيب الخطط المستقبلية لكم انتم اخوي عبد الله، كونكم كشركة ناشئة، شركة جديدة، يمكن انتم دخلتوا في مجال مهم، خاصة ان هي تواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030، فهل في خطط مستقبليه باذن الله انتم راح تمشون فيها؟ هو الخطط، واحده من الخطط المستقبليه ان شاء الله اللي هي بتكون ان اي حد يستعمل الغرشه يردها. ممكن يرد ممكن يردها وياخذ عليها مبلغ. واضح. ياخذ عليها مبلغ. واضح. انه في جهاز يحط فيه الغرشه ويستلم على حسب عدد الغرش. اساسنا نرجع احنا نعيد تدويرها ونرجع نستعملها مره ثانيه. واضح. بنفس مصدر الماء. واضح. طيب انتم عندكم الشركه هذه ما شاء الله انتم 3 اشخاص. شباب شكلكم وربع. من وين جاتكم الفكرة وأنتم اليوم قاعدين مثلا في أحد المجالس، ولا أنت طرحت الفكرة وقالوا يلا بنشترك معاكم؟ كانت الفكرة من خالد، تعرف على واحد في كأس العالم، فهني بدأت الفكرة. هو أصلا كوستاريكي، تعرفنا عليه من كأس العالم يعني. طيب يعني كأس العالم يجمع الكل. عيال المفروض يصير كي اول شيء فكرته يعني ايه من عبد الله. لا بس العجيب شيخ ان انت، احنا لما نتكلم من فتره كأس العالم لغايه اليوم ترى فتره بسيطه. صحيح. ان الواحد ممكن يظهر لنا بهذا المنتج وبهذه الجوده والمميزات، فاكيد يعني احنا نقول لكم يعطيكم العافيه اخوي عبد الله على هذه الجهود، ان انتم جالسين يعني من خلال
جهود فردية بالإضافة إلى الأخوان اللي معاك، الشركة اللي معاك، أكيد إحنا نوجه لهم التحية. كان ودنا أنهم بعد يكونوا موجودين معنا على أساس نتعرف عليهم ونشوفهم. كلمة أخيرة أخوي عبد الله حاب أنك أنت توجهها لأخوانك أو رواد الأعمال أو الأشخاص اللي هم حابين يدخلون في هذا المجال. والله إذا بتكلم على رواد الأعمال فهي كانت فرصة، والواحد يستغل الفرص هذه لأن هالفرص ما تتكرر مرة ثانية. صحيح. هل تفكرون تسوون أنتم بكرة يعني إن شاء الله بعد إكسبو مصنع خاص لإنتاج هذه المياه؟ هاي إن شاء الله الخطة بتكون بعد ما نخلص فترة إكسبو. خلاص أنا ونايف مستعدين دش معه وبتحط حروب. حياكم الله تنورونا. أكيد أكيد، يعني كل التوفيق لك أخوي عبد الله الكواري رئيس مجلس إدارة مجموعة أي كي كي إم. بس إحنا نبغي نسألك مرة ثانية، كنا إحنا سألناك تحت الهواء الرمز أو شعار الشركة، فنبغيك توضح للمشاهدين. لا وراها قصة. أنا كنا نبيها تكون أي كي إم بس. نعم. ثلاثة حروف. للأسف الاسم في شخص ماخذه، فخليناها أي كي كي إم، زدنا كي. يلا يعطيكم العافية وموفقين أكيد. كل الشكر لك مرة ثانية أخوي عبد الله الكواري رئيس مجموعة أو رئيس مجلس إدارة مجموعة أي كي كي إم، وأكيد نتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله. يعطيكم العافية. يعني كثير من المشاريع اليوم يعني فيها ريادة أعمال وفيها صناعة أيضا محتوى، يعني الشباب ما شاء الله اليوم منتجين، سواء كانوا قاعدين في مجالسنا أو سواء كانوا قاعدين حتى في مجموعات على الواتساب. فجميل أنهم أنتجوا لهم مشروع وسموا باسم كل من أول حرف من كل اسم. يعني تخيلي أنت شيخ، حدث كأس العالم، حدث رياضي، يعني شبابنا قدروا أنهم يطلعون بفكرة، منتج، مشروع ممكن يخدمون فيه، خلينا نقول يعني البيئة بشكل عام. ففي المقابل اليوم احنا عندنا معرض إكسبو من خلال وجود هذه الشركات، من خلال وجود هذه المؤسسات العالمية، فتأكدي تماما ان اليوم الشباب القطري بإذن الله راح يستفيدون من هذا المعرض. والله انا عجبني ترى ان اهو فعلا وظف رؤية قطر الوطنية. بالضبط. هذه أكيد. أهم شيء فعلا لليوم إحنا نسعى أن كل شبابنا فعلا قاعدين يوظفونها من خلال انتاجاتهم، شركاتهم أو حتى أفكار. أكيد. إحنا نقدر نقول المشاهدين الكرام أن إحنا وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، وبإذن الله إحنا يعني قدرنا إحنا نقدم لكم مجموعة كبيرة من المواضيع الهادفة والمهمة بإذن الله. طبعا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى ان تكونوا استمتعتوا بمحتوى هذه الحلقه. نشوفكم على خير في حلقات قادمه. فمان الله، نشوفكم على خير.